طبعا بنتكلم على الهيموجلوبين، الهيموجلوبين عند الرجال 135 الى 175 جرام لكل ملي، عند النساء بين عند الرجال 111 الى 155 ملي. طبعا ملخص فقرتنا اليوم، انا ما ودي اطيف الفقره اليوم، تكلمت عن خلايا الدم البيضاء والحمراء والهيموجلوبين. الهيموجلوبين اذا نقص الهيموجلوبين فهو نفس عمليه خلايا الدم الحمراء، يدل عندك فقر دم. والهيموجلوبين اذا كان الانسان مناعته قليله فالهيموجلوبين يبدا يشتغل. اذا عندك خلل في الهيموجلوبين لازم تراجع الدكتور، لان اذا نقص الهيموجلوبين اي مرض تصاب به، يعني تكون مصاب للعدوى، دليل عند مناعتك ناقصه. عشان كذا الهيموجلوبين هو بعد خلايا الدم الحمراء، بعد خلايا الدم البيضاء. اذا كان ناقص عندك الهيموجلوبين لازم تراجع الدكتور وتكون يعني مستمر مع الدكتور عشان ترفع الهيموجلوبين عندك، لان الهيموجلوبين طبعا خلايا الدم البيضاء قلنا لكم انها هي اللي تهاجم الامراض. خلايا الدم الحمراء اذا كانت ناقصه عندك دليل عندك فقر دم. الهيموجلوبين يحارب الاشياء ذي كلها، بس هو يعني يعتبر الثالث بعد خلايا الدم الحمراء خلايا الدم البيضاء. فاذا كان الهيموجلوبين ناقص عندك دليل مناعتك ضعيفه، عشان كذا لازم اذا الواحد كل ما جاه انسان تعبان ولا شيء ولمسه وجاء عدوى او انصاب بالعدوى على طول، فيتاكد ان الهيموجلوبين ناقص عنده، فيروح يراجع الدكتور، وان شاء الله ان الدكتور يعطيه العلاج اللازم. تقريبا اسبوع الى اسبوعين يستمر مع الدكتور على العلاج، وان شاء الله اموره تكون طيبه. الهيموجلوبين يعني مهم، اذا كان ناقص عندك لازم تروح للدكتور وتشوف، يعني لانه هو مسؤول عن المناعه، مسؤول عن المناعه، فاذا كانت مناعه ناقصه يدري الهيموجلوبين ناقص عندك. وهذا والله واعلم، الله يوفقنا واياكم ان شاء الله لما يحب ويرضى. اختصرنا الموضوع، اختصار موضوعنا اليوم الخلايا.